هذا هو محبابي القلب. اهلا فيكم بهالفيديو الجديد. اكيد كلكم راح تستغربوا انا سلاش ما في معك حدا، انا سلاش بتصور البدايه لحالك بسان وين مش موجوده معك حبايبي. بفيديو اليوم صلوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد. بفيديو اليوم انا راح احكي لكم شغلات اللي بتصير معنا خلف الكواليس، الشغلات اللي بنمر فيها في الحياه الطبيعيه اللي ما بتكون موجوده بالتصوير. بدي تسمعوني للاخر وركزوا معي كثير منيح، لانه اليوم جايكم بفيديو كثير بجنن وكثير حلو، فيديو حريقه راح يكون باذن الله. زي ما بتعرفوا حبايبي بيسان انسحبت من البرنامج، وبس بيسان انسحبت من البرنامج اكيد ما راح تكون مبسوطه، ماخدع خطرها كانت وزعلانه. بس انسحبت من البرنامج لظروف الخاصه اللي اجبرتها انها تنسحب من البرنامج. الحمد لله على كل شيء. المهم بيسان عملت عليها وراحت وعملت انجاز كثير حلو بجنن، طلعت على اكبر مسارح بالسعوديه وما شاء الله عنها، يعني طلعت غنت على المسرح غناء مش طبيعي، بس صار في ظروف اجبرتها انها تنسحب. على كل حال حبايبي ان شاء الله في الايام الجاي احنا راح نحكي لكم شو هي الظروف اللي اجبرت بيسان انها تطلع من البرنامج. خلال ما بيسان انسحبت من البرنامج اكيد احنا قررنا دايركت انه نرجع على دبي مكان ما كنا عايشين. فاللي صار معنا حبايبي انه انا وبيسان وام بيسان حجزنا تذاكر بنفس الطياره، بس حجزنا تذاكر بنفس الطياره عشان نسافر مع بعض. قبل 4 ساعات من السفر بتاكد انه انا ما بقدر اسافر مع بيسان. هون انا انجنت، بيسان هون انجنت، وما في بايدنا انه نقدر نعمل شيء. ليش؟ لانه حبايبي بيسان وام بيسان عاملين اقامه في الامارات، انا مو عامل اقامه، انا دائما لما بكون متواجد في الامارات بعمل فيزا، كل 3 اشهر بعمل فيزا بجدد فيزا. قبل ما اسافر على السعوديه عند بيسان قدمت على اقامه بس لسه ما استلمتها، استعجلت عشان الحق احضر حفلات بيسان. اللي صار معي انه انا ما بقدر اسافر على دبي الا ما اعمل فيزا، والفيزا اقل شيء بدها 2 يوم. شو اللي صار معي حبايبي؟ حاجز التذكره ومحضرين بعض انه بدنا نسافر مع بعض. اول مره سافرنا مع بعض انا بيسان، هي ثاني سفره لنا، مبسوطين انه بدنا نواسي بعض بالسفره، يعني انا بواسي بيسان بتواسيني بننبسط بنتسلم، يعني في شعور ثاني غير انه لما اسافر لحالي او بيسان تسافر لحالها، لما نكون مع بعض بننبسط اكثر. فاللي صار حبايبي انه انا ما قدرت اسافر، فيش شيء بايدي اعمله ولا بيسان فيش في ايدها شيء تعمله. بعد 4 ساعات وصلت بيسان على المطار وبيسان سافرت على دبي، وصلت دبي قبلي ب2 يوم، وانا قعدت 2 يوم لحالي حبايبي والله العظيم شفت فيهم الولد، نفسيه اكتئاب، ما بقعد مع حدا ولا عامل شيء ولا مساوي شيء، بدي باسرع وقت تطلع الفيزا والحق بيسان على دبي. بيسان بترن علي بتحكي لي انس انا تعبانه، انس انا متضايقه، انس انا مليت، وينك يلا تعال، وانا مش بايدي يعني الموضوع مش بايدي، انا بستنى الفيزا تطلع. ضليتني استنى عمان ما الحمد لله رب العالمين طلعت الفيزا على خير. اول ما طلعت الفيزا بسرعه اموري جاهزه والشنطه جاهزه، حجزت تذكره جديده وظليتني نازل على دبي، واجيت عند بيسان والحمد لله رب العالمين ابسطنا وغيرنا جو وقعدنا وسهرنا مع بعض والامور تمام. بس حبايبي انا عملت شيء انتم ما راح تتوقعوا ولا بيسان راح تتوقعوا. لما بيسان انسحبت من البرنامج اكيد كانت مخدعه خطرها، وبيسان لما راحت على السعوديه كانت في البرنامج اتعلمت على الات موسيقيه جديده حبتهم وادمنت عليهم، و24 ساعه اغلب وقتها ماسكه الات الموسيقى وتشتغل عليهم. فانا شو قررت؟ اني انا اجيب معي وانا في الاوتيل قاعد هيك لحالي، قلت انس شو رايك انه تجيب معك من السعوديه هديه لبيسان تغير نفسيتها عشان تنبسط. انا حبايبي حملت حالي وطلعت من الاوتيل بالسعوديه وشريت لبيسان هديه بيسان ما راح يتوقع بالها 1% انه انس يجيب معه هيك هديه بسفر، يعني ما راح يخطر على بالها. فالمهم حبايبي انا وصلت دبي، اول ما وصلت المطار رحت على بيتي حطيت الهديه ورحت عند بيسان سرت معها، وهيك تقريبا وصلت 2-3 بالليل رحنا سرنا وقعدنا مع بعض. ما حبيت اورجيها الهديه معي من اول يوم، بدي اشوف رده فعلها بس تستقبلني انا من غير هديه، وبدي اشوف رده فعلها اليوم بس تستقبلني بثاني يوم مع هديه، اشوف الرياكشن تبعها بكون احلى، بتكون متحمسه اكثر. فخلينا نشوف مع بعض. انتوا حبايبي اللي بتتابعوني هسه بالفيديو، اذا بتقدروا تحزروا شو الهديه اللي جبتها لبيسان معي من السعوديه، انا قربت عليكم قلت لكم اله موسيقيه، وقفوا الفيديو وانزلوا تحت بالتعليقات اكتبوا لي شو هي الهديه، اوكي هيك بكون كتبت شو هي الهديه. هذا ثاني يوم الي في الامارات، انا شو عملت؟ رنت على بيسان حكيت لها البسي وجهزي حالك لانه اليوم بدي اخذك على القريه العالميه على الملاهي ونغير النفسيه وننبسط ونضحك. انطش. فهسا بيسان جاهزة وقاعدة بتستناني، أنا راح أروح عندها على البيت وأول إشي راح أخليها تغمض على عينها وأفاجئها في الهدية وأشوف شو ردة فعلها، بعدين راح نطلع. أنتوا حبايب القلب وعائلتي الثانية، لازم أنتوا تشوفوا الهدية اللي جبتها لبيسان قبل ما بيسان تشوفها. أوه
زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، الهدية كانت هي جيتار، احلى جيتار في السعودية. انا كثير متحمس اشوف ردة فعل بسان. احلى شعور بالحياة انه يجيك هدية، والاحلى من هيك انه من شخص بتحبه، والاحلى من هيك هدية انا بحبها. قطعكم بهذا الفيديو ومضطريت اصور لكم غصب عني، وانا ثم مبنش كنت عند دكتور الاسنان مش عارف احكي. صورت لكم فيديو على قناتي ب 360 فيوز، فيديو كثير عفوي. انا وبسان كنا نتناقش بالمشاكل اللي بتصير معنا، وكل واحد يحكي للثاني ليش زعلان منه. لازم تشوفوه، كثير مهم انكم تشوفوه. رابط الفيديو تحت بالوصف، حملوا 360 فيوز واحضروا الفيديو. بنزل غاد على قناتي ب 360 فيوز فيديوهات ما بتنزل لا يوتيوب ولا انستغرام، بس مخصصه ب 360 فيوز. تابعوني غاد، وللناس رح يعني بعض الناس رح يربحوا أبل ووتش ساعة آيفون. بالتوفيق للكل وكملوا الفيديو. اقتربت اللحظات الأخيرة، هي البيت. بيسان اسمع، لا تيجي، لا تتطلع، أماني لا تتطلع، أماني لا تتطلع، ادخل شوي ما بدي تشوفي شغلة. أيوان غمضة عيونك، غمضة عيونك، أماني لا تشوفي، يعني حلفتك برحمة أبوك لا تطلعي، خليك مغمضة. شو هالحلاوة، شو هالأناقة، شو هالشياكة، شو اللبس اللي بتجنن هاي بتكف علينا، ولك مدل مدل. أقعدي، أنا جايب لك معي هدية من السعودية. عادي غمض عيوني هيك، غمضة. أنا واثق فيكي، غمضيها. أنا بأمر ما فكت فيها. شو يا حيوان؟ اسمعي، ما بدي تتوقعي لانه والله العظيم ما رح تحزري. المكعب هذا تبع الالوان؟ لا انا هيك بجيب هدايا، انا عمري جبت لك هدايا صغيره. واحد شو من السعوديه بدك تجيب هديه كبيره؟ من السعوديه هديه كبيره اكيد، يعني لازم الشخص اللي بيحب شخص يعمل المستحيل. شو اللي شو؟ اللي بعز شخص يعمل المستحيل. من وين هاي الدبانجه؟ حل عني ولا واحد تعد للثلاثه يفتحي. واحد اثنين ثلاثه. لا والله لا تمزح كذاب. شو في جواته؟ شوف لا شو لهالدرجة الثقة ما بتتفق؟ مستحيل مستحيل. لا جيتار. شو طبعا حبايبي انتم ما شفتوه، شوفوا كيف المنظر لوك كيف. او ماي جاد شو حلو. شو رايك فيه؟ شوف الالوان كلاسيكي، اشي وفخامه مرتب. لا وغير هيك دوزنتو سعوديه اموره تمام، بس اعزفي. شو بيصير؟ بتعرف الدوزن؟ لا ياسر دوزن لي اياه. او ماي جاد شو حلو. لا لا صراحه ما شو ما بعرف. توقعت اني اجيب لك جيتار؟ أنا ما توقعت إنك تحمله من السعودية لهون، هذا الشيء اللي والله العظيم. لا ما لا تفكر إن جبت لك إياه ثاني يوم، إن جبته من دبي، والله العظيم إني جبته من السعودية. مبسوطة فرحانة؟ فرحانة أو لا؟ دك ما أنت فرحة شو؟ دك أنا كثير كثير تعلقت فيه آخر فترة، وصرت أعزف آخر فترة. بسان أدمنت على الجيتار بشكل مش طبيعي، كل شوي بتمسك لك الجيتار بتصير تحكي لك كون نصير انا وياك. طلعت الاغنيه من داني من راسي من هيك، دخلت جوا امعاء قلبي. فهسه بدك تعزفي لي عليه تمام بيسو. وفي لك كمان شغله، كل آلة موسيقية بتتعود عليها هسه انت بتتعلم، اذا بتحترفيها رح اجيب لك آلة موسيقية ثانيه تمام. ححترفها والله، بس غير هيك بس بدي اياك تتعلم معي. اوكي. انا دائما بقول له لانس انه يعني تعلم اله موسيقيه حلو بتكون الستايل عليك كثير. حبايبي بيسان بتحكي لي بتحمسني. تعال نحكي لهم القصه. حبايبي بيسان بتضلها تعبي في راسي بتحكي لي انس يعني هسه انا بغني واحنا يعني اغلب الوقت مع بعض، شو رايك انت تتعلم على الجيتار تصير تعزف لي وانا اغني؟ احذر ليش؟ لانه بحس ستايل اله موسيقيه على انس ما بعرف يعني بتغير له شخصيته، بحس شوي بصير يفهم شوي بالموسيقى يعني. شفتوا؟ يعني حتى حبت شكلي قال وانا ماسك الجيتار كثير. شوفوا شوفوا امسكوا عمل عم تعزف عمل حد بعزف؟ ايه شوفوا شوفوا
ستايل عليه هيك حلو حلو والله. خلص لما تشوفوني ماسك جيتار طول عمري تذكروا انس مسكه وتعلموا عشان بسان قالت منظره عليك حلو. يس. مين احلى واحد بالعالم مسك جيتار؟ انا. لا غيرك انت طبعا انت الاولى. شو قال مين احلى واحد مسك جيتار؟ انا من بعدي انس الشايب. لا لا جد جد غير مزح. مين احلى واحد مسك جيتار؟ انت. مين احلى واحد بيمسك جيتار؟ مين؟ انت. لا بدي تجاوبي عشان تكون هاي قدام كل العالم. انس الشايب احلى واحد بيمسك جيتار. شفتوا كيف؟ بيسو هسا بدي الفيديوهات تعزفي لي فيه اغنيتين. اول اغنيه لو على قلبي، الثانيه كون نصير انا وياك. اوكي. بدي بصوت عالي احساس مشاعر، بدي قشعر بدني. وعلي صوتك. لو على قلبي دافي هوا وكفايه للوسهر وعنا ويايا جوا عيوني حنين وغرام مشتاق لعنيك قلبي نادى بحبك قرب طمن قلبي عليك. الله على الصوت. جايز سوري سوري بس ما كتير يعني متمكن منه ان شاء الله الايام الجاي. بيسو يعني هاي الحنجره الله يخلي لي اياها، يعني هاي الحنجره هاي يعني هاي بدي البال عليها عشان ما تخرب. كل يوم بطعميها شغلات مفيده، عسل، سكر فضي، شغلات عشان تضلها حلوه. بيسان يعني لسه مبتدئه بالقطار بس ان شاء الله قدام رح تلاقوها هيك بتعزف. ورجيهم كيف لقدام رح تعزف هيك هيك يعني بدها ترق يعني تعمل عرس بس بعزف القطار. صحيح. اغنيه ثانيه كون نصير انا وياك. لا حاعزف غنيه. اوكي عزوقك بس انا بالاغنيه الاولى بصراحه سمعت صوتك ما سمعت صوت قطار. هو القطار خربان ولا انت ما عزفتي؟ لا خربان. وانا بين تهتف مكاني ونسيت معاك عمري وزماني والوقت فات وياك ثواني قربني ليه سابني اعيش احساسي. الله احساس مشاعر حلاوة. ده العالم كله وانا وياها. الله على هاي. الله لك لا تضحكني. لا لا يلا يلا والله اسف يلا. تحدى العالم كله وانا وياك استنى شوي بس هي بدها شوي. اوكي. وبقول للدنيا بحالها ان انا بهواك وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك قربني ليك سيبني اعيش احساسي بيك انا عايش ليك عشان عمري لانك مولي ولك شو هذا ولك شوف علينا جايز يعني شوف علينا رجال الله شوف علينا خلص خلص نزعت لي الميك اب ولك خف علينا شو هذا خلاص ايه 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 طيب اوكي اعطينا وعد خلال فترة قصيرة تصيري محترفة. وعد خلال فترة قصيرة حصير محترفة عزف جيتار. جيتار ان شاء الله وانا حبيبي وعدكم كمان اتعلم مع بيسو واصير محترف عزف جيتار. انت وعد؟ وعد خلص. انا وياك بس نتدرب بدنا نهلك ام اليوتيوب فيديوهات نتعلم تعليم باذن الله راح نطور محتوانا باليوتيوب راح نعمل شغلات كثير حلوه وعلى الانستغرام راح نتصور صور كثير حلوه
وعلى التيك توك كمان راح نصور فيديوهات كثير حلوه، راح نتفاعل بكل اماكن السوشيال ميديا. بيسو انا زعلت منها بفيديو امبارح اللي نزل اول امبارح، ما بعرف، حكت انه خف علينا راح تنزل باذن الله في اقرب وقت اغنيه خف علينا. الفيديو الكليب الحمد لله رب العالمين صار كله تمام، خلال اسبوع ان شاء الله اسبوع ونص راح تنزل خف علينا وراح ينزل مقاطع كثير. انزلوا حبايبي اشتركوا بقناتي ورجوني حماسكم، وبيسو مش باقي لها شيء لتسعة مليون. واذا حبايبي انتوا اللي بتتابعونا هسه بتفتخروا بدولتكم، انزلوا اكتبوا لنا بالتعليقات من وين بتتابعونا، بدنا نشوف اكثر نسبه متابعين من وين بتتابعنا. وصلوا هذا الفيديو كم لايك؟ 400,000 لايك. اذا بوصل الفيديو هذا 400,000 لايك راح نتفاعل انا وبيسان كثير بالسوشيال ميديا، اعطونا حماس اعطونا طاقه. شغله معلومه، بيسان لما صبغت شعرها كان شعرها كثير تعبان وكان متقصف اكيد، وكان من الصبغة بتعرفوا؟ قلت كان لا لا مو شايفين. ديري بالك عليه. آخر فترة بسان شعرها صار. قولوا ما شاء الله. أوكي. آخر فترة بسان شعرها. قولوا ما شاء الله. آخر فترة بسان شعرها تقصف وزي هيك، فبسان عالجت وشالت الصبغة منه وقصته. شوفوا ما شاء الله قديش سميك صار من تحت. كان زمان تعبان كثير. ليش هلا من تحت بطل تعبان أبداً أبداً؟ والله العظيم قد ما أحكي لكم. قديش في طاقة إيجابية معانا، لا تتخيلوا قديش. انتظروا الشغلات الجديدة، الله يخلينا إياكم يا رب وما يحرمنا منكم. وصلوا هذا الفيديو 400,000 لايك وشوفوا الشغلات الجديدة. نحبكم كثير، باي. شكل بدي أقصهم هدول وأرتاح.